المهرجان هنا احتفاء بهذه المناسبة الغالية المميزة. على بركة الله تعلن انطلاقة أول أشواطنا في هذا المساء. الشوط الرئيسي وهو الشوط الخاص بالإبكار لسن الحجايج في هذا الحضور الكريم لراعي هذه الاحتفالية، لراعي هذا المهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، الذي يتابع ويعطي إشارة البداية لهذه الانطلاقة. كذلك الترحيب مشاهدينا الكرام من خلال هذه الانطلاقة بسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون بدبي لمتابعة هذا التحدي وهذا الاندفاع الكبير. كذلك الترحيب بسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة المكتوم لمتابعة هذا الانطلاق وهذه التحديات. رحلة البحث عن الشوط الرئيسي ورموز هذا المهرجان هنا في هذا الاحتفال، في هذا السير المميز الذي يحمل هذه البداية. توليع للسيد سالم بن حمد بن زفنة الاعفاري الذي ينطلق في المقدمة وهو يحمل ما شاء الله وتبارك الله شعار اكسبو 2020. هذا المكان وهذه التي تحمل انطلاقة البداية والتي تمثل هنا الدعم الكبير للدولة المرشحة والمدينة المرشحة، مدينة دبي هنا بدولة الإمارات لنيل شرف استضافة هذا التجمع اكسبو 2020. المركز الثاني اذهب هنا مع مخيفه فهد بن راشد بن سعيد المري على المركز الثاني، والمركز الثالث هي الشاهينية محمد بن سعيد بالحطم العامري. المركز الرابع نعود مع الظبي مطر بن حمد بن عميره الشامسي، والمركز الخامس تنطلق هناك الاثاره في هذه اللحظه مع زعفرانه حمد بن سهيل بن خيرات العامري. اما المركز السادس هنا دخول انطلاقه الفائزه عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، وعلى المركز السابع نعود مباشره مع الخفيفه لسعيد بن غصاب بن مصبح راعي طيره العامري. بينما المركز الثامن هناك الدخول في هذه اللحظه لاسياد عبد الله بن سعيد بن سلطان اليحافي. اما المركز التاسع تدخلنا هناك مع الرياضيه صالح بن محمد بن سالم الحبسي، والمركز العاشر هناك الدخول القادم من الشمالية خالد بن حميد بن حارب المهيري. أسماء هنا قدمت للانطلاق والتحدي والإثارة والاندفاع في هذا اليوم الجميل. ما شاء الله بدأنا وهنا المركز الأول، هنا التحدي الأول، هنا زعفرانة حمد بن سهيل بن خيرات العامري الذي يعلن نفسه على القمة في أول رموز هذا المهرجان، مهرجان 2013، مهرجان فخر الأجيال. لك الفخر يا بن خيرات للفوز بهذا الانتصار، للفوز في شوط من أشواط هذا المهرجان. المركز الثاني الشاهينية محمد بن سعيد بن حطم العامري، وفي المركز الثالث نعود مع الظبي سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. أسماؤنا هنا، تحديات هنا، والصدارة الله. سجل وانقل سلاما وتحية مع هذه الانطلاقات هناك إلى الجنوب ومنطقة الجنوب. الوقن مباشرة مع هذه اللحظة تحمل ما شاء الله إمكانيات متميزة، نوعية متميزة. زعفرانة الشوط الأول، زعفرانة الشوط الرئيسي، زعفرانة الإبكار، تشم رائحة الزعفران من البداية هنا. تؤكد حمد بن سهيل بن خيرات العامري ما شاء الله وتبارك الله. هناك سلام، سلام، سلام يا أهالي المنطقة الجنوبية، سلام. المركز الثاني طرب لعلي بن زيد أو مغير بن سالم بن حارب العميمي كوادر. المركز الثالث هناك منصور مبارك بن منيف بن محمد المنصوري. المركز الرابع لسيد بن مطر الرميثي، والمركز الخامس هي صدى لعبد الله بن حمد بن زايد المنصوري. الله 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 الله، أقول الله وأتابع التوقيت 4 دقائق.
صاحبة الرقم الأول والمركز الأول هي صاحبة الرقم 32، هي زعفرانة حمد بن سهيل بن خيرات العامري التي سجلت توقيتا زمنيا. المركز الثاني ونشوف المركز الاول ونشوف التوقيت اللي تسجل مع هذه الانطلاقة وهذه التحديات. ما شاء الله وتبارك الله، 4:27، 4 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الأول لصاحبة المركز الأول زعفرانة. تهنئتنا حمد بن سهيل بن خيرات العامري. يا سلام يا أبو رغش، ما شاء الله وتبارك الله، تحية هناك للمركز الأول والشوط الرئيسي الأول. المركز الثاني كانت كوادر في المركز الثاني، مغير بن سالم بن حارب العميمي، 4:29، 9 من الأجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني المميز. الله، أما المركز الثالث فكانت الإثارة حاضرة هنا بوجود هذا الاسم، هي منصور مبارك بن منيف بن مطر المنصوري الذي أطلقها في 4:30 وجزءا واحدا من الثانية هو التوقيت الزمني اللي تسجل لصاحبة المركز الثالث. ما شاء الله وتبارك الله، هنا البداية، أول رموز، أول أشواط هذا المساء، أول أشواط هذا المهرجان الرئيسية التي تضم 5